استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخليه السيد فريق اول شرطه عنان حامد محمد وزير الداخليه بجمهوريه السودان والوفد المرافق لسيادته خلال زيارته لمصر وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء اوجه التعاون بين وزارتي الداخليه في البلدين واساليب تعزيزها بالاضافه لاخر المستجدات في القضايا الامنيه ذات الاهتمام المشترك حيث اعرب وزير داخليه السودان عن تقديره لجهود اجهزه وزاره الداخليه المصريه في المرحله الراهنه كما اكد ان زيارته تاتي في اطار العلاقات الوثيقه والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين الشقيقين مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الاجهزه الامنيه المصريه المشهود لها بالكفاءه في شتى مجالات العمل الامني فضلا عن تطلعه الى تعزيز قنوات الاتصال واليات تبادل المعلومات بين الجانبين، في ضوء التحديات الامنيه التي تفرضها الاوضاع السياسيه والامنيه الراهنه بعدد من دول المنطقه، ومن جانبه اعرب السيد محمود توفيق وزير الداخليه عن ترحيبه بزياره الوزير السوداني للقاهره، مؤكدا حرص وزاره الداخليه على مد جسور التواصل مع اجهزه الامن السودانيه. في ضوء العلاقات التاريخيه الوثيقه التي تربط البلدين الشقيقين، وطرح به بتعزيز اليات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، انطلاقا من ايمان كامل باهميه دعم رساله الامن والاستقرار في المنطقه، مشددا على حتميه تضافر الجهود لمحاصره وتقويض كافه الظواهر السلبيه الناجمه عن انتشار الارهاب والجرائم المنظمه بشتى اشكالها. في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحه الاقليميه خلال الفتره الماضيه